السلام عليكم ابطال الشطار الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. انا بس مريم، النهارده معانا حلقه جديده بس مكملين برضو في الهيلثي هابتس. ايه هي العادات الصحيه اللي المفروض نمشي عليها؟ يلا كده نشوف، هنتكلم بتفاصيل اكتر. تعالوا كده نشوف ايه هي الهيلثي هابتس اللي المفروض نخلي بالنا منها. اول حاجه get enough sleep، يعني خد وقت كافي من النوم. تعالوا كده نقرا برايمري سكول تشيلدرن اللي زيكم، يعني الاطفال في المرحله الابتدائيه اللي زيكم، المفروض او بيحتاجوا around حوالي من 10 to 12 hours، يعني بيحتاجوا من 10 ل 12 ساعة of sleep every night، كل ليلة. Getting enough sleep helps you ايه بقى؟ بتساعدك ان انت think better، تفكر بشكل افضل، وكمان helps your body to stay healthy، ان صحتك تفضل كويس. يلا كده نشوف ايه الهابت اللي عليها الدور. Eat healthy food، ناكل طعام صحي. Eating fruits and vegetables keeps you healthy، ان انت تاكل اكل او فاكهه وخضروات صحيه بتساعدك تفضل ايه بصحتك. healthy food gives you nutrients، بتديك ايه nutrients، يعني مغذيات كتير ومفيده ليك، وطبعا gives you energy، وتديك طاقه فتساعدك تشتغل بشكل كويس وتلعب كويس. eating a lot of sweet، اكل المسكر كتير harms your body، يعني بيأذي جسمك. يلا نشوف الهابت اللي بعدها. stay positive and calm، يعني تبقى هادي وإيجابي. يعني إيه هادي وإيجابي؟ بوزيتيف يا ولاد يعني إيجابي، يعني تتصرف تصرفات إيجابية. لما تتحط في مواقف ما تزعلش على الفاضي والمليان، تشوف حلول كويسة مرضية ليك بحيث إن أنت ما تزعلش. يعني قلمك اتكسر، ما أقعدش أعيط بقى وأنت كسرت لي قلمي وده كان قلم وأنا بحبه، لأ نهدى كده ونقول إيه؟ طيب الحمد لله إني جت على قد قلم، وإن شاء الله نجيب قلم جديد وكده، نرضي نفسنا كده بالراحة ونكون بوزيتيف. يبقى remember to take time to enjoy quiet activities، ان انت كمان تدور على وقت تستمتع بيه بأكتيفيتيز او بانشطه تهدي. زي ايه بقى الاكتيفيتيز اللي تخلي الشخص هادي؟ زي الريدنج، قرايه، وtaking a walk outside، انت تتمشى، او كمان تسمع ميوزك. staying positive and calm can also help your body fight some illnesses، يعني لو عندك امراض ان انت تفضل بوزيتيف ده بيساعدك ان انت تقاوم اي امراض كمان. يعني الشخص المبتهج المبتسم ده حياته بتكون كويسه وصحته كويسه. تعال نشوف اللي بعده. stay active، يعني خليك نشيط دايما، اعمل انشطه كتير. an hour of movement every day، يعني ساعه من الحركه كل يوم is a good goal، يعني هدف كويس قوي for most primary school children، انت تتحرك وتتمشى لمده ساعه دي حاجه كويسه جدا. staying active helps your body stay strong، كل ما هتعمل نشاط وحركه هتبقى قوي. stay strong يعني تبقى قوي. كمان staying active can improve your mood، بتحسن مزاجنا، تخلي مزاجنا كويس. and help you focus on school، وبتساعدك تركز كويس في المدرسة. طيب تعالوا كده نشوف الاكتيفيتي دي مع بعض. الهابتس طبعا there are decisions، يعني قرارات we make every day or on a regular basis. يعني ايه؟ يعني اوقات بياخد قرارات معينة في حياتنا، فاحنا المفروض نشوف كده الهابتس دي او العادات دي اللي احنا بناخدها على طول المفروض تكون طبعا اكيد اكيد هيلثي. تعالوا نشوف شويه هابتس كده وهنشوف هي هيلثي ولا ان هيلثي. يلا نشوف. بلاي فيديو جيمز، ان العب العاب الفيديو، ده هيلثي ولا ان هيلثي؟ طبعا ان هيلثي. ووش هاندس، اغسل ايدي، اكيد هيلثي، يبقى نعمل ترو اند هيلثي. ايت فروت اند فيجيتابلز، اكل خضروات وفاكهه، اكيد اكيد هيلثي. ايت كاندي، eat candy طبعا unhealthy، sweets كتير وحشة. drink milk، اشرب لبن، اكيد اكيد healthy. drink water، اشرب مية، برضو healthy. eat breakfast، تاكل الفطار، برضو اكيد healthy. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، بس طبعا احنا مكملين في حلقات كتير جميلة. الحلقة الجاية خاصة بالتمارين عن healthy habits. اشوفكم على خير.